يلا بينا نبتدي اول وصفه مع بعض. ومعانا التشيكن بانيه او الفراخ البانيه العاديه اللي كلنا بنعملها في البيت. هحتاج نص كيلو من الفراخ البانيه، وتكون الشرايح بتاعتها رفيعه، مش سميكه ولا يعني مش رفيعه خالص، ولا سميكه ولا رفيعه، تكون وسط. 250 جرام من الزبادي، 2 بيضه مخفوقه، 2 معلقه دقيق، نص كوب من اللبن، 3 معالق من الكاتشب، معلقه من المستردة، بصل باودر وتوم باودر وبابريكا، بهارات فراخ، فلفل اسود وملح وبقسماط. اول حاجه هنعمل التتبيله بتاعتنا. هنجيب الزبادي، مضرب، هنضرب الزبادي الاول. الزبادي بيطري الفراخ وبيخلي طعمها حلو جدا وبيسرع سواها. نحط بقى مستردة، ونحط الكاتشب. الكاتشب بيدي تسكيرة حلوة قوي للفراخ البانيه، بيخلي طعمها حلو وهتعجب الأطفال جدا. نقلب دول مع بعض كده، وبعدين نضيف البهارات بتاعتنا. بهارات البصل بودرة، بهارات الفراخ، الكاري، الفلفل الأسود، والثوم البودرة. هنحط شوية من الملح، معلقة، هنقلبهم مع بعض. نفس المضرب كده كده كده، دي التتبيلة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. هياخد شوية من الدقيق واضربهم مع البيض. هنا البيض واللبن ومعاهم الدقيق. نجيب كده بولة اكبر عشان نقدر نحط الفراخ البانيه بتاعتنا فيها. طبعا واحنا بنجهز الفراخ بانيه لو مستعجلين عليها ومش هن... مش مش هنسيبها في الفريزر وعايزين ناكلها على طول، يبقى هنحط جنبنا الزيت بتاعنا يغلي على النار. نجيب بقى معلقه وناخد قطع البانيه كده في التتبيله بتاعتنا. هنقلب بقى الفراخ كده في التتبيله بالشكل ده. الزيت جنبي سخن، هجيب بقى ماسك كده، هاخد قطعة البانيه كده متغلفه كويس، هنزلها في الدقيق معمول باللبن وبالبيض كده. صفيها كويس عشان متعمليش كلاكيع في البقسماط. كده